صحيح. الفيديو ده هيكون أول فيديو في شرح برنامج الماتلاب. برنامج الماتلاب من البرامج اللي أنت بتستخدمها في أغراض التستينج، وإن أنت لو عندك ألجوريزم معين عايز تطبقه فبتعمله تيست بالماتلاب وتوصل لنتائج معينة، لأنه عنده كل التولز، عنده كل المكتبات، عنده كل حاجة أنت محتاجها في مكان واحد. تمام؟ بعد ما بتخلص شغلك لو تمام وعايز تطبقه، بتبتدي بقى تعمل ريل وورد ابلكيشن، اللي هو مثلا حاجات زي لو انت عملت مثلا الجوريزم بيتعرف على مثلا ايد شخص مثلا، تمام، وعايز تاخده تطبقه على الفوتوشوب، فهتروح تعمل بعد كده ايه، بلوجن ده هتعملها بالسي سي بلس بلس مثلا، وهتطبقها مثلا على الفوتوشوب وتبقى اضافه موجوده في الفوتوشوب. ممكن تكون انت ابتديت فيها على الماتلاب عشان تعمل تيستنج وتشوف النتائج بتاعتك وتقارنها ببعض. ده البرنامج اللي انت هتستخدمه في حاجة زي كده. فالبرنامج مش بنعمل بيه ابليكيشنز زي مثلا فوتوشوب والحاجات ديت، مش معمول للاغراض ديت، هو معمول للتيستنج، ان انت بتحاول تديفلوب ده حاجة عليه توصل لنتائج تقارنها. تمام؟ غالبا الناس اللي بتحضر دراسات عليا بتستخدمه، لان ده يعني في كل حاجة انت محتاجها، وبتقدر تطلع جرافات، تطلع صور، تطلع حاجات عليه، مش محتاج تكتب كود ليها، عندك بالويندوز اللي فوق بتقدر تطلعها. تمام؟ ففي كل حاجة وبطيء. سبب بطئه ان هو بيحمل كل المكتبات اللي موجودة فيه. تمام؟ على عكس بقية لغات البرمجة التانية، لما بتحتاج مكتبة الفلانية بتعمل لها امبورت، لكن هنا لا، هو بيعمل لود لكله، فده سبب بطئه. حاجة تانية، الناس ما بتستخدموش صح. البرنامج كل حاجة عليه تعتبر أريز، تمام، حتى من اسمه. فكل حاجة عليه تعتبر أريز وكده، فالناس مش بتعرف تستخدمها صح. ازاي؟ انت عندك حاجة اسمها variable. variable دوت متغير، المتغير دوت ممكن يكون مثلا انت، هنعملها كده ايه 3D. تمام؟ المتغير ده ممكن يكون انت، تمام، الانت ده ممكن يكون 8 بت، ممكن يكون 16، ممكن يكون 32، ممكن يكون اي حاجة. تمام؟ ممكن يكون موجب، ممكن يكون سالب، المهم ان هو رقم صحيح. طب عندي انواع variables تانية زي الفلوت او السنجل، هنا في البرنامج بنسمي سنجل، وبعض لغات البرمجة التانية بتسمي فلوت. ده بيعمل ايه؟ اقصى قيمة للانت المفروض يعني في اغلبية اللغات لحد 32 بت، في الماتلاب لحد 64. تمام؟ عندك السنجل دوت بيكون لحد 32 برضو، 32 بت. تمام؟ وده بيديلك بريسيشن بس اقل من الدبل. اشهر فاريبل هنا على الماتلاب هو الدبل. تمام؟ هو الفاريبل الافتراضي، يعني انت لو بتيجي تكتب رقم مثلا هو افتراضيا بيشتغل عليه على انه دبل من غير ما انت تقوله، فده بيكون 64 بت. فايه الاخطاء بقى الناس بترتكبها؟ ما بيعرفش يفرق من دول. تمام؟ هو خلاص عرف انه عايز رقم صحيح فهيشتغل بالانت. تمام؟ عايز رقم كسري فهيكتب الرقم على طول دبل. مشكلة بقى ايه؟ مشكلة ان هو مثلا عايز يكتب رقم زي 5. تمام؟ ارقام صغيرة مثلا من 5 لحد مثلا 255. تمام؟ فالرقم صغير، رقم عبارة عن ايه؟ اقصى رقم من دول عبارة عن ايه؟ عبارة عن بايت واحد. تمام؟ ده 8 بايت. تخيل ان انت هتخزن variable حجمه بايت واحد، تخزنه في variable بيشيل 8 بايت. فهتلاقي البرنامج بتيجي تعمل له run مع كتر يعني الحاجات اللي انت هتيجي تعملها بعد كده، برنامج تقيل، تقيل جدا، وهيهنج منك ومش عارف هيعمل ايه وايه وايه. كل ده بسبب ان انت مش عارف الفرق ما بين الفاريبلز، مش عارف تميز ما بينهم، مش عارف تستخدم انه واحد الطريقه الصح. لما بتستخدم الفاريبل الصح، انت مثلا متوقع الارقام في رينج كذا، زي صوره، الصوره الفاريبل قيم الار والجي والبي، تمام، من 0 ل 255. انا مش محتاج اخزنها في دبل، اخزنها في دبل ليه؟ دبل ده بيشيل 8 بايت. تمام؟ انا كل اللي محتاجه بايت واحد. طب اخزنها فيها، اخزنها في انت 8 كده، انا بخفف الحمل على البرنامج. تمام؟ الران تايم هيكون سلس
مش هيكون صعب زي في حالة الدبل. فالنصيحة بقى اللي هتاخدها، أول نصيحة، يبقى عندك هنا انت 8 وانت 16 وانت 32 وانت 64، وعندك unsigned int، هتلاقي تكتب قبليه حرف اليو برضو 8 و16 و32. الفرق ما بين ده وده ايه؟ هما نفس الحاجة، بس الفرق ايه؟ الفرق ان دوت اشارة موجب او سالب براحتك، تمام؟ لكن هنا لا، ده اشارة موجب بس unsigned، تمام؟ هنا اشارة موجب او سالب براحتك. هنا برضو عندك 8 و16 و32 و64، وهنا 8 و16 و32 و64. يبقى انت محدد لنفسك تارجت، انا محتاج رقم 10، تمام؟ الرقم العشري دوت البرسيشن فيه مش عالي، تمام؟ حاجة قليلة، هستخدم السنجل مش هستخدم الدبل. ليه استخدم حاجة 8 بايت بينما الحاجة اللي انا محتاجها اقل من كده؟ يعني ده الضعف بتاع ده، طب استخدمه ليه؟ ما انت كده بتقل الحمل على البرنامج، بتقل الحمل على الميموري. ده مش كفايه اصلا ان البرنامج عامل لود لكل المكتبات، هتيجي انت تتقل عليه، ده السبب في ان بيحصل وقت اطول وهو بيعمل في عمليه الران تايم او عمليه الكومبايل. ليه؟ لان الناس مش بتعرف تستخدم الفاريبل الصح. طيب يبقى احنا هنميز الفاريبل دوت، انا محتاج حاجه قليله، يبقى الثمانيه في رينج من 0 ل 255، تمام؟ محتاجها مثلا من رينج سالب 128 لحد ال 127، تمام؟ يبقى هستخدم ايه؟ هستخدم ال انت 8. طب محتاجها من 0 ل 255، يبقى هستخدم ال unsigned انت 8، تمام؟ لان ده بيشيل بايت واحد، والبايت دوت بيشيل قيم من 0 ل 255، بيشيل اخره 256 فاليو، تمام؟ فاليو الفاليوز ديت بقى بتبدا، يا اما لو بدات من الصفر، تمام، في حاله الانسايند فهتوصل لحد ال 255، لو بدات في حاله السايند هتبدا بقى من سالب 128، تمام؟ هتمر بالصفر وتوصل لحد كام؟ ال 127، تمام؟ يبقى انت تميز ما بين الفاريبلز، هتقلل الران تايم، هتعمل مانجمنت على البرنامج بتاعك، وهتخفف الحمل عليه. دي حاجه من الحاجات المهمه اللي لازم تاخد بالك منها. طيب دي انواع الفاريبلز النيوميريكال، تمام؟ عندي نوع تاني وهو اللوجيكال، تمام؟ اللي هو بيسمى على بقيه اللغات البوليه، هنا في الماتلاب مسمينه لوجيكال. ده اللي هو ترو او فولس، تمام؟ في الماتلاب بيتسمى بقى ايه؟ بيتسمى لوجيكال، مسماش ترو، مسماش بوليان. والقيم بتاعته بتتخزن واحد او زيرو، تمام؟ انت بتكتبها له ترو مثلا، تمام؟ بس هو هتلاقيه عرضها لك على الشاشه واحد، تكتبها له فولس هيعرضها لك على الشاشه زيرو، تمام؟ فالترو والفولس هنا في اللغه ديت بتتكتب اللي هي واحد او زيرو. لو انت كتبت لوجيكال اصلا، كتبت كلمه لوجيكال وجيت قلت له بتساوي واحد، البرنامج هيفهم ان ده دبل، لان الفاريبل الافتراضي بتاعه هو الدبل، تمام؟ فلازم تاخد بالك من الحته دي. اول ما تيجي تعمل اساين لفاريبل، لو انت كاتبه كده على طول سواء عشري او مش عشري، فهو على طول بيفهمه ان هو دبل، فانت لازم تعرفه ان الفاريبل دوت مش دبل. طب اعرفه ازاي ان الفاريبل ده مش دبل؟ عشان تيجي تكتب الفاريبل، صح، بيتكتب كده، انت عايزه مثلا لوجيكال، صح؟ انا بكتبه كده لوجيكال، تمام؟ وبكتب هنا بقى الفاريبل بتاعي مثلا واحد، تمام؟ لوجيكال واحد دوت هيرجع لي ايه؟ هيرجع لي اللي هي ترو، اللي هي بتتخزن في البرنامج على انها واحد يعني، تمام؟ طب ممكن ما اكتبش واحد، اكتب مثلا 100 او 10 او اي حاجه، هيطلع لك برضو واحد اللي هي ترو. طب كتبت صفر، الحاله الوحيده ان انت تكتب صفر، ما تكتب صفر بقى هنا هيرجع لك ايه؟ صفر اللي هو فولس، تمام؟ وهو هيعرف ان الفاريبل دوت لوجيكال مش دبل. يعني طب هتقول لي ايه الفرق ما يرجع لي واحد وصفر؟ الفرق ان هو البرنامج بيبقى فاهم ان ده لوجيكال فاريبل مش دبل، تمام؟ فعشان كده لازم تحط له دي، تكتبها له كده
لوجيكال وتحط له هنا الفاليو، او تكتب له ترو فولس على طول. ده نوع من انواع الفاريبل. في نوع تاني اللي هو السترينج، النص. عشان يتكتب في البرنامج هنا لازم تحط دبل كوتس، تحط السترينج بتاعك هنا وتحط دبل كوتس. طيب عندي حاجة اسمها التشور اللي هو الكاركتر اللي هو حرف واحد، ده بتحط سنجل كوتس. طيب دي الفاريبلز اللي عندي، هل دول بس اللي موجودين في البرنامج؟ اكيد لا، في انواع تانية زي الديت تايم والحاجات ديت، بس مش هنشرحها لسبب وجيه. لما تحتاجهم روح، يعني انت عرفت ان هم موجودين زي الديت تايم، تمام. لو انت احتاجته قدام روح شوف هو بيتكتب ازاي وهاته واشتغل بيه. لو انت بس احتاجت تستخدم الصور في الابليكيشن بتاعك هتروح تعرف الصيغة بتاعت الصور بتتكتب ازاي وهكذا وتشتغل بيها، لكن ملهاش لازمة ان هي تتشرح دلوقتي. الحاجات الاساسية اللي هتدخل معاك في كل الابليكيشنز اللي هما دول: اللوجيكال، الدبل، السنجل، الانت، السترينج والكاركتر. دول الحاجات الاساسية لازم تتعلمهم. عندك حاجة اسمها arrays. arrays يعني ايه؟ arrays ديت ان انا مثلا ايه، عايز اخزن في variable واحد مجموعة من ال variables، ممكن يكون عددهم 1000، ممكن يكون عددهم مليون، تمام. فاخترعوا حاجة اسمها arrays. ال arrays بنستخدمها لغرض دوت. ال array ممكن تكون مثلا ايه وتكون من نوع double. اروح جاي كاتب مثلا اهو، واحط هنا الفاريبل بتاعي او الفاريبل اهو وتاني واحد وهكذا. ممكن تكون سترينج، ممكن تكون لوجيكال، بتكون كلها زي بعض. يعني ما ينفعش مثلا دوت يكون انت وده يكون سترينج، ما ينفعش، لازم كلهم انت يا كلهم سترينج وهكذا. دي انواع الفاريبلز اللي احنا هنشتغل عليهم. انا هشرح النهارده اللي هو موضوع النيوميركال، تمام. هنشرح النيوميريكال ازاي بنعرفهم، وهنتعرف على شوية حاجات في البرنامج كده، ونشرح ازاي بنحول ما بينهم. نروح بقى للبرنامج. دي واجهة البرنامج الديفولت. زي مثلا انت عايز تغير الالوان، تروح على بريفرنس. بريفرنس فيها كل حاجة انت محتاجها. عندك الالوان هنا، انت اول ما تفتحها هتفتح معاك الايديتور والديباجنج، المفروض دي اللي هتفتحها معاك. وبعد كده هتروح بقى تدور تشوف انت عايز الالوان. في عندك الالوان هنا، في عندك هنا، تقعد بقى تلعب في الالوان زي ما انت عايز، تمام. انا مبغيرش الالوان، بسيبها زي ما هي. عندنا ايه؟ عندنا الواجهه ديت اللي هي الكوماند ويندو، دي اللي بنكتب فيها كوماند، دي ما بتتحفظش، تمام. احنا بنكتبها هنا ونعمل لها ران، تتخزن في الميموري. هنا بيظهر لك الحاجات اللي متخزنه في الميموري، وهنا بيظهر لك الكرنت فولدر، الفولدر اللي انت فاتحه. باي ديفولت لما بتفتح البرنامج بيفتح لك الفولدر دوت اللي هو الفولدر اللي البرنامج موجود فيه، تمام. ده باي ديفولت، تمام. انا هنا بكتب كل اللي بكتبه وبعمل له ران والحياه حلوه، بس بعد ما اقفل البرنامج الكلام دوت ما اتحفظش. طب عشان يتحفظ ايه؟ عشان يتحفظ بنعمل سكريبت فايل، نعمل سكريبت فايل، مش هنشرحه دلوقتي ليه وقته. طيب اول حاجه عندنا هنا ان انا اعرف متغير. طب هعرف المتغير دوت ازاي؟ بكتب اسم المتغير، تمام. بعد كده اقول يساوي، بعد كده اكتب القيمه بتاعته وليكن مثلا 1000، تمام. في بعض اللغات بتضطر تحط علامه في الاخر زي مثلا سيمي كولون، تمام. في لغات تانية ما بتحطش، الافضل انه يتحط. طب هل هنا ينفع تحط ولا ينفع ما تحطش؟ البرنامج مريحك على الاخر، ينفع تحط وينفع ما تحطش، وفي فايده من موضوع انك تحط وفي فايده من موضوع انك ما تحطش السيمي كولون. لو انا ما حطيتهاش هيطبع لي، هيخزن الفاريبل، هيخزن 1000 في الفاريبل وهيظهر لي هنا، تمام. وفي نفس الوقت هيروح جاي عامل ايه؟ هيروح جاي عارض لي ال1000 ديت زي كده، تمام. طيب لو انا حطيت قلت الاكس مثلا، برضو جيت عرفته من اول وجديد، قلت الاكس بتساوي 1000 تاني اهو، وجيت حطيت سيمي كولون، هيعمل ايه؟ هيعمل نفس اللي عمله قبل كده باستثناء حاجه واحده بس، ان هو مش هيعرض لي الفاريبل، مش عايزه يعرضه لي، تمام. نفس القيمه لسه موجوده هنا،
طيب دي اول حاجه ازاي بعرفها، بعمل لاسم الفاريبل واقول له يساوي واحط القيمه. اسامي الفاريبل بتتسمى على اساس ايه؟ هل اكس هي هياها كابيتال اكس؟ لا، اللغه ديت كيس سنسيتيف. يعني ايه؟ يعني الحرف بيفرق، تمام؟ دي اللغات اللي هي كيس سنسيتيف. فالمتلب من اللغات ديت ما ينفعش تكتب الاكس هي غير كابيتال اكس، ده فاريبل وده فاريبل تاني. طيب وانا بسمي لازم اراعي حاجه، لازم اراعي ان انا ما ينفعش ابتدي برقم، تمام؟ ما ينفعش. الحاجه التانيه ما ينفعش اسمي حاجه من الحاجات اللي هي موجوده في البرنامج اوريدي، اي فانكشن في البرنامج، اي حاجه تبع البرنامج ذات نفسه، تمام؟ ما ينفعش اكتب اسمها هنا، ما دي مشكله لان البرنامج بيعمل لود لكل المكتبات. طيب يبقى اسمي اسامي ما تكونش موجوده قبل كده. طيب عشان اعرف، طب ما ممكن ما عايز اسمي حاجه معينه وما اعرفش والله هل هي موجوده ولا مش موجوده، فبتكتب exit، تمام، وتعمل له قوسين وتقول له اتحقق لي من دوت، هل الاكس دوت موجود ولا مش موجود. انا نسيت اكتبه، حط السنجل كود. قول له هنا اكس اداني واحد. ايه الواحد دوت؟ فرضا ما اعرفش الفانكشن ديت يعني ايه واحد اللي راجع لي. هو عامه واحد دوت معناه ان الاكس دوت اوريدي موجود متخزن في الميموري، تمام؟ فرضا ان انا ما اعرفش، يبقى اول حاجه عرفتها ان انا دي بستخدمها عشان اتحقق هل الحاجه دي موجوده ولا لا. ممكن يكون باص مسار لملف، ممكن تكون فانكشن، ممكن تكون فاريبل، ممكن تكون اي حاجه، فانا عايز اتحقق، تمام؟ رجعت لي حاجه بس انا مش عارف الحاجه دي ايه، تمام؟ عشان اعرف حاجه انا مش عارفها بكتب هيلب واكتب اسم الحاجه اللي انا عايز اعرف عنها اللي هو ايه، اكزيت، ودوس انتر. بيجيب لي بقى ايه الدوكيومنتيشن، ايه الهيلب دوكيومنتيشن. بشوف بقى هنا، بشوف هنا بقى الحاجات اللي انا محتاجها. هنا مثلا بقول لي اكزيت وتكتب النيم بتاع الحاجه اللي انت عايز تعملها على تشيك، لو رجع لك زيرو يبقى هي مش موجوده كده، الطريق اخضر اشتغل بيها، واحد يبقى هي ايه موجوده في الورك سبيس، وهكذا، تمام. خمسه يبقى هي بيلت ان ماتلاب فانكشن، يعني زي ما انا قلت لك ما ينفعش تسمي حاجه على اسم حاجه من الحاجات اللي مع الماتلاب، تمام. طيب عايز ايه، الشاشه كبرت مني ومش عارف اعمل ايه، اعمل ايه؟ بتدوس سي ال سي، بيعمل لك بيمسح لك الشاشه، مش بيمسح الفاريبل، مش بيمسح اي حاجه من اللي انت خزنتها في الميموري، هو كل بس بينضف لك الشاشه ديت، وتدوس انتر. طيب المكان هنا اتزحم وعايز افضي الدنيا، عايز افضي الدنيا كده، ايه اتزحمت هنا، بعمل ايه؟ بكتب كلير. بس اخد بالي من كام حاجه، كلير لو كتبتها كده تمام بتمسح لك كل حاجه. يعني ايه كل حاجه؟ تمسح لك الفاريبلز، تمسح لك الفانكشن، تمسح لك برضو الفيجرز، تمسح لك مش عارف الهيستوري، حاجه بتمسح لك كل حاجه حرفيا، تمام. طب لو انا عايز امسح بس الاكس بس من الفاريبلز اللي هنا، بكتب الاكس بس هو هيمسح لي الاكس بس. حاجه تانية ممكن تكتب كلير اول، تمام، دي هيمسح لك برضو كل حاجه تقريبا. كلير بس تقريبا بتمسح الفاريبلز والفانكشنز، تمام. وممكن حاجه تانية، ممكن انا عايز امسح كل الفاريبل، فبتكتب هنا ايه فاريبلز، تمام، هو يمسح لك كل الفاريبلز بس. ممكن تكتب كلير فانكشن، هو يمسح لك كل فانكشن في الميموري، تمام، على حسب. طيب تهت ونسيت في الامتحان مثلا او في اي حاجه، هتكتب هيلب كلير وهيجيب لك كل حاجه عنها، كلام كله واضح وصريح. تكتب هنا كلير وبعد كده تشوف انت عايز تعمل كلير ليه، تمام. لو كتبت كلير بس بينظف على كله. ايه تاني؟ سي ال سي. طيب الورك سبيس ديت فرضا ان انا عايز، يعني عايز كده ايه، حاجه تسهل عليا موضوع تعديل الفاريبلز، او تسهل عليا موضوع تعديل الفاريبلز، لان ممكن الفاريبل اللي هنا ده يكون اري،
مش هقعد اعدل فيه بقى واحده واحده من هنا. فبتدوس دبل كليك هنا، تمام، بيفتح لك بقى الشيت دوت، ده بتقعد تعدل فيه. ممكن اضيف فاليو هنا، ممكن اعمل اي حاجه انا عايزها، ممكن اعدل الاسم، ممكن اعدل قصدي الصيغه بتاعته، ممكن اعدل الاسم بتاعه تخليه حاجه تانية مثلا، وهكذا. بعد ما تعدل دوس انتر كده، انت سيفت بقى ايه بقى اكس. لا ده في حاجه تانية كمان، ده انا ممكن احذفه من هنا، ادوس عليه ديليت احذف. في حاجه تانية كمان، ممكن من هنا اقول نيو فاريبل وادخل بقى القيمه بتاعته، مثلا نقول ايه 5 مثلا. ممكن تغير اسمه بقى من هنا، تقول له عليه اكس او واي او اي حاجه، دوس انتر، تمام، وتقفل ديت بقى خلاص ملهاش لازمه. ايه تاني ممكن؟ لو انا عايز افتح variable هيعمل لي دروب داون كده، اختار منها الاكس هيفتحه لي هنا تاني. ايه تاني؟ لو انا عايز انضف على ال variables هختارها كلها، لو انا عايز انضف على كله فهختار دي. كل حاجة تقدر تعملها ايه من هنا برضو. طيب ايه تاني؟ زي ما قلنا ال preference اللي احنا هندخل نعدل منها ايه الاعدادات بتاعت البرنامج. فرضا مثلا ان انا معرف كذا variable بره، اكس مثلا بيساوي 55، تمام، وكده هو طبعا مش عايزين نطبع بعد كده، او الواي يساوي 100، وبعديه على نفس السطر عادي خالص هكتب variable تاني واقول زد بيساوي 66 انت. اللي احنا عايزين نعمله ايه؟ عايزين نعمل ليست كده للفاريبلز اللي بره، اعرف انا عندي ايه الفاريبلز اللي موجودين عندي في الورك سبيس، عايز حاجه تكتبهم لي كده. فعندك حاجه اسمها هو، تمام، هيكتب لك اساميهم، بس ده مش كاتب لي قيم ولا انواعهم ولا اي حاجه كده. فعندك حاجه اسمها هو، تمام، ده الفرق ايه ما بينهم. هنا بقول لك دوت 8 بايت، تمام، ودبل النوع بتاعه، وده اسمه، السايز بتاعه اللي هو 1 في 1، ليه؟ لان احنا هناخد اريز بقى قدام. طيب ايه تاني عندنا؟ عايز اكتب كومنت. ايه الكومنت دوت؟ عايز اكتب حاجه تعرفني، يعني حاجه افكر نفسي بيها بعد كده، تمام، او تعرف اللي هيجي يقرا الكود دوت من بعد. طب ما بتستخدموش في الكوماند ويندو هنا لان ملوش معنى، لانه اول ما تعمل سي ال سي اتشال خلاص، يعني ما اتشالش من اتشال من الشاشه قدامك، فخلاص ما استفدتش منه، تمام. بتستفاد منه امتى؟ في الام لما تيجي تعمل سكريبت بعد كده. بس عامه بيتكتب ازاي؟ بتعمل علامه ال 100% ديت، وبتكتب التكست بتاعك عادي خالص، تدوس انتر، مش بتطبق عليه اي حاجه، تمام. تقدر مثلا تعرف فاريبل هنا وتقول سي بيساوي كذا اي حاجه، وتكتب بعديه كومنت عادي خالص. كومنت مش هتطبق الفاريبل. صح، الفاريبل دوت انا كاتبه وما كتبتش ارقام، وهنا علامة 100%، ونكتب اي حاجة جنبها عادي، تمام، بيتطبق، والكومنت مش بيتطبق على اي حاجة. هتستفاد منه في الكوماند ويندو، انت هتستفاد منه في الام سكريبت. طب فرض ان انا عايز انسق الشاشه كده، يعني ايه انسق الشاشه؟ يعني الارقام بتطلع لي علامات عشريه كبيره، ويعني بتطلع لي ايه مش متنظمه، حاجه ايه حاجه تسهل عليا القرايه بتاعتها، تمام. فانا عايزها بشكل معين، فعندي حاجه اسمها فورمات، تمام، بكتب الفورمات بتاعتي اللي عايزها الحاجه تظهر بيها. عايزها تظهر لي لونج اكبر حاجه ممكنه، وراح جاي دايس لونج، تمام. ممكن اعمل على الفاصله ديت واختار الفاريبل، تمام، هيظهر لي الفاريبل بفورمات لونج. ليه؟ لان انا ممكن اقول فورمات لونج، طبعا الفاريبلز ديت بس ما فيش علامات عشريه ولا جنبها ولا حاجه، لونج ان جنرال كده، ان جنرال اي فاريبل هيجي يتعرض لي بعد كده هيتعرض لي على فورمات اللونج، تمام. هل فورمات اللونج ده بس الموجود؟ لا، ده في عندي فورمات تاني.
عندي لونج اي ده يعمل لي اكسبوننشال. تمام، نختار الواي مثلا نجرب عليه، مش ملاحظين ان هو ظاهر حاجة، بس لو ارقام كبيرة او فيها، لو الارقام كبيرة هتلاحظ ان الموضوع ظاهر معاك اللي هو الايه الاكسبوننشال. في ايه تاني كنا عايزين نقوله؟ الهكسا، يظهر لك الحاجة بالهكسا ديسمال. الهكسا ديسمال دوت زي ايه؟ زي النظام النظام تاني، حاجة زي الباينري برضو احنا ما بنستخدمهاش، الكمبيوتر بيستخدمها. تمام، لو جيت عرضت variable x مثلا هيظهر لي بالايه بالهكسا ديسمال. طيب في عندنا ايه تاني؟ عشان تتعرف بقى على بقية الحاجات بتاعت الفورمات ممكن تدوس help format. تمام، ويجيب لك كل الحاجات دي بتاعتها. تمام، ممكن نرجع للديفولت بتاعها كده، فورمات كده يرجع للديفولت بتاعها. طيب في عندنا ايه تاني؟ نبتدي بقى نتعرف على هنعرف الـ variables ازاي، وازاي نستخدمه، وازاي نحول ما بينهم. هقول هنضف بس الحاجات اللي بره دي، والكلير من CLC. الاكس مثلا عايز اعرفه ان هو انت 8، انت 8 بت، بكتبه كده انت 8 وبكتب الرقم جواه. طيب لو انا عملت لو انا عملته بالشكل دوت هيتخزن لي فعلا الفاريبل بتاعي اكس من نوع انت 8، لكن لو انت كتبته زي الواي مثلا كده نفس الفاليو 51 هو هيخزنه اوتوماتيك دبل. طيب انا عايز اعرف الفاريبل الاكس بتاعي دوت من نوع ايه، فعندي حاجه اسمها كلاس، وبديله هنا ال variable بتاعي x اهو. ثانية، تمام، بديله ايه من نوع انت 8. مش بس كده، لا كلاس انت ممكن تعمل فيها حاجة تانية برضو. لا هي انت بتديها variable، فال variable دوت لو انت حاجة انت معرفها فوق خلاص مش، ما فيش مشكلة. لو حاجة انت هتعرفها له داخل اصلا الكلاس، يعني مثلا زي كده، حاجة هنا مثلا اقول له انت 8 10، هيرجع لي، هيرجع لي انت 8، هو الفاليو 10 من نوع انت 8 فهو هيرجع لي انت 8. تمام، عندنا ايه تاني؟ دي برضو ايه بنحتاجها. عندي ايه تاني؟ عندي موضوع الكويريز. الكويريز برضو من الحاجات المهمة. ايه الكويريز بقى؟ دوت انا معرف الاكس دوت من نوع انت 8، ومعرف الواي من نوع دبل، فعايز استفسر اعرف مثلا هل الاكس دوت انتجر ولا لا، فاقول له از انتجر. تمام، استفسر عن مين؟ عن الاكس، فهبعت له الاكس. تمام، الاكس طبعا الاكس لوجيكال فهو رجع لي واحد. لا الاكس مش لوجيكال، الاكس انا تقريبا كنت معرفه انت. المهم هو بيعمل لي هنا بيتحقق من الفاليو بتاعت من نوعيه الاكس هل هي انت ولا لا. لما بيرجع لي واحد يبقى هي كده انت. تمام، لو رجع لي زيرو يبقى هي مش انت. طيب عندي ايه؟ عندي موضوع الدبل از. طبعا عندي ايه تاني؟ اس فلوت. تمام، بيتحقق لي من الفالي زيرو. ليه؟ لان الاكس مش فلوت، الاكس انت. وهكذا عندي از نيوميريك، بيتحقق لي منها هل هي نيوميريك ولا تكست ولا ايه.
بعت له اي واحد من دول واي مثلا. انا كتبتها غلط. تمام، هي النيوميريك فمرجع لي واحد. طيب عندي ايه تاني؟ از ريال تمام. ده لو انت معرف حاجه كومبلكس تمام، هيعرفك بقى هل حاجه ديت ريال يعني ما فيش فيها كومبلكس، فهرجع لك واحد. يعني لو اديته مثلا الاكس رجع له واحد. طب لو اديله از ريال تمام، واديته اصلا حاجه كومبلكس زي مثلا 1 زائد 5 اي تمام، ده رجع لي زيرو لان هي مش ريال. عندي از ايه تاني؟ هنا البرنامج برضو بيتعامل مع الحاجات اللي هي نوت ا نمبر، اللي هو لو بتقسم ما لا نهاية على ما لا نهاية، صفر على صفر. فممكن تيجي تقول له از ان ايه ان، دي معناها نوت ا نمبر، يعني ما لا نهاية على ما لا نهاية او صفر على صفر. طيب لو اديته برضو الفاريبل هنا هيرجع لي زيرو تمام. طب لو جيت قلت له الحاجة ديت مثلا بإنفينيت ولا لأ، إز إنفينيتي وديته مثلا الإكس تمام، هرجع لي زيرو برضو لأن هي مش إنفينيتي. إيه تاني؟ إز فاينايت لو القيمة ديت مش ما لا نهاية تمام. لو القيمة إز فاينايت ديت تمام، القيمة يعني is finite يعني مش ما لا نهاية، ففي الحالة ديت هرجع لك ايه؟ هرجع لك واحد. في عندنا ايه تاني؟ تقريبا هما دول بس، مفيش غيرهم. وعندنا حاجة تانية، مثلا أنا عايز أكتب اللي هي النوت ان نمبر ديت، اللي هي ما لا نهايه على ما لا نهايه او صفر على صفر، حاجه undefined، حاجه غير معرفه. فاكتبها ازاي؟ ان ايه ان تمام. عايز اكتب infinity تمام. عايز اكتب ايه تاني؟ دول الحاجتين اللي انت عندك كده. ايه لو انت عايز تكتب انفينيت على البرنامج فتكتبها كده، لو انت عايز تكتب اللي هي النوت ا نمبر ديت. طب في عندنا حاجه تانية، لو انا عايز اعرف اكبر رقم انتجر موجود عندي اعرفه ازاي؟ فبكتب هنا انت ماكسيمم تمام. طيب انا عايز اعرف ايه اكبر اكبر ماكسيمم انتجر للنوع دوت اللي هو اللي انت 8. فاداني اكبر ماكسيمم ايه انتجر. طيب لو انا عايز اعيد اللي انا كتبته دوت انت ماكسيمم و ممكن احط مينيمم بدل الماكسيمم. واكتب برضو انت 8 تمام. ده اللي هو الانسايند تمام، اللي هو من سالب 128 ل 127، فهيجيب لي السالب 128 بالمثل الكل تمام، كل الانت. طيب لو انا عايز بقى اعمل نفس الكلام دوت بس ليه للحاجات اللي هي ليها بريسيشن زي الدبل والفلوت، فبقول له الريال ماكسيمم باي ديفولت. لو انت ما قلتش هو بيتعامل على انها ايه، على انها دبل. لو انا ما سبتها له كده هيشتغل على انها دبل تمام. فانا عايز مثلا، لا انا عايزها فلوت، فهاجي اكتب له السنجل بكتبها كده
تمام، فهيجيب لي اكبر قيمة ليها. نفس الكلام اللي ممكن تعمله على الدبل، ممكن برضو تعيده وتجيب المينيمم. تمام، ممكن تعيد نفس الكلام، تكتب دبل وتجيب المينيمم مثلا بتاعها. هتلاحظ ان هو جايبهولك المفروض هيجيبه موجب. تمام، ما هيجيبه موجب، هو مش بيرجع لك في الريل ماكسيمم والمينيمم غير الموجب. طيب عندنا ايه بعد كده؟ بعد ما كل اللي احنا عرفناه حاليا، تمام، نبتدي بقى ايه، ان احنا كده خدنا خلفية عن الـ variables، انواعهم، نستخدمهم ازاي، الماكسيمم بنجيبه ازاي، المينيمم بنجيبه ازاي. فاضل لنا بقى ايه، نحول ما بينهم ازاي. تعال نشوف التحويل. التحويل ده من اهم اي حاجة تتعلمها في اي لغة برمجة، ازاي احول ما بين الـ variables. في اللغة هنا تعريف التحويل كاستنج زيه زي بقية اللغات، تمام. فلو انا مثلا عايز اعمل اجيب variable جديد اسمه مثلا وليكن زد، الزد دوت هيساوي ايه؟ هيساوي قيمة ال x، تمام، بس ال x دوت انت 8، وانا عايز الزد دوت اخليه دبل، فبعمل ايه؟ قال لك الموضوع بسيط، هتكتب ال x، تمام، وتقول له هنا ان انت عايزها، انت عايزها مثلا ايه، دبل. اقول له هنا دبل، تمام، اهو حولها لي للزد بقت دبل واتخزنت. طيب نفس الكلام تقدر تعيده على اي حاجة. ده كده اسمه explicit conversation. في اللغات التانية، يعني في لغات البرمجة التانية بتسمى explicit، اللي انت لازم تكتب حاجة عشان تحول. يعني في بعض اللغات تحويل الصريح ان انت تيجي تقول مثلا الزد دوت بيساوي الاكس، دوس انتر، تمام. فالزد دوت بقى ايه، بقى عبارة عن variable من نوع انت 8 والقيمة بتاعته كذا. ده امبليس، تحويل صريح. طيب التحويل اللي احنا عملناه فوق في اللغات البرمجة التانية زي ما قلت بيسمى explicit، ده بيسمى implicit والتاني بيسمى explicit. طيب كده انا حولت. طب في حاجة تانية بقى في التحويل، ان انا بس عايز اقول الزد دوت بيساوي، احنا عاملين الواي فاريبل نوع تاني تقريبا، ما علينا. الزد دوت عايز اقول بيساوي، نوع تحويل غريب شوية، عايز اقول ان هو بيساوي الاكس، حول الاكس، تمام، لنفس النوع بتاع الواي، بس انا عايز اخد قيمة الاكس واحولها لنفس النوع بتاع الواي، تمام. اعمل الكلام ده بقى ازاي؟ عن طريق التحويل دوت. اقول له هنا لايك، اقول له عايز احول الاكس لنفس نوع الواي، تمام. فهتقول لي طب استفدت ايه؟ استفدت ان انا عايز قيمه الاكس بس نفس نوع الواي، اهو هروح جاي محولها لي، دي كده دبل. لما مش بكتب لك تكون دبل، لما مش بكتب لك النوع بتاعها بتكون دبل. طيب يبقى هو كده حول لي، اخد الفاليو بتاعت الاكس اللي هي 51، حولها لي لنفس النوع بتاع الواي، تمام، ورجعها لي تاني هنا ايه، في الزد. ده بالنسبه للتحويل. طبعا لما ناخد السترنج هنعرف بقى ايه التحويل ما بين السترنج والنيوميريكال فاليوز، ازاي بنحول، تمام، اللي هو بيسمى البارسنج، هنعرف ازاي بنعمله. طيب في حاجة بقى عايز أقولها، ودي حاجة من الحاجات العملية اللي أنت بتستخدمها كتير على البرنامج. دلوقتي أنا مش عايز أقعد أكتب مش عايز أقعد أكتب كتير، طب أعمل إيه؟ بتدوس سهم الأسهم اللي عندك في الكيبورد، بتدوس سهم لفوق، يجيب لك إيه، الويندو دي، بيجيب لك آخر الحاجات اللي أنت عملتها، تمام. ودي حاجة عملية جدا، تقدر بقى تعمل سكرول هنا وتعيش حياتك خالص. طب لا، عايز اخفيها، تخفيها ازاي؟ تدوس سهم لتحت، تمام. طيب لو انت اظهرتها كده، انا عايز اخد مثلا الفاليو اللي ظهروا لي، فبتدوس سهم يمين يسيبها لك زي ما هي، تدوس سهم لتحت تاني يشيلها لك، تدوس سهم لفوق يرجع لك تاني. طيب بستفاد منها في ايه كمان؟ ان انا لو عايز ابحث عن حاجه، مثلا انا عايز اكتب سي ال سي دي بس مش فاكرها، اقول له سي سهم لفوق، اهو هيجيب لي الحاجات اللي مسجله في البرنامج سي ال سي،
اقدر ابحث ما بينهم، واقدر اروح جاي مثلا واقف على واحده منهم دي مثلا، واروح جاي السهم ايه مين، لا مش عاجباني شيلها، هيرجع لك اول حرف انت كنت كاتبه، مش اول حرف، اخر حرف انت كنت كاتبه، يعني كنت كاتب سي ال، المفروض هيرجع لك لحد الايه السي ال. دي حاجه من الحاجات العمليه برضو الموجوده في البرنامج. ايه تاني؟ لو انا عايز اقفل البرنامج اقفله ازاي؟ تكتب هنا كويت، هو بيقفل لك الايه، بيقفل لك البرنامج. لو دوست انتر دلوقتي هيقفل لي ايه، هيقفل لي البرنامج. طيب بقيه الحاجات دي بقى هنعرفها في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. انا هدوس كويت دلوقتي واقفل البرنامج، استنى لما يقفل، وقفلت كمان مش عايزها. عايز بقى اتكلم عن حاجه هنا، في ملف المفروض احطه في رابط تحت الفيديو. الملف دوت عباره عن ايه؟ عباره عن هو بيظبط لك الاوزوكيشنز بتاعه الفايلز. ايه بقى الكلام دوت؟ دلوقتي البرنامج دوت بيخزن ملف دوت ام، وبيخزن ملف دوت اف اي جي اللي هو الفيجر، تمام. فالملفات ديت باي ديفولت الويندوز مش بيتعرف عليها على ان هي ملفات بتتفتح في بالماتلاب. لما تيجي تفتح واحد منهم اقول لك انت عايز تفتحه ببرنامج ايه، تمام. الملف دوت بقى بيظبط الكلام دوت مع الويندوز، بيخلي الويندوز ايه يعرف ان الملفات ديت بتتفتح برنامج الماتلاب. فلما تيجي تفتح ملف منه وتدوس عليه دبل كليك هيفتح لك في الماتلاب، فحملوه. طيب بنشغله ازاي؟ بتدوس عليه دبل كليك، تمام، وتقول له يس، مفيش اي حاجه، حتى لو انت كنت عامله قبل كده مش بيضرك، تقول له يس تاني، ما بيضرش في حاجه، تمام. يبقى دي اخر حاجه كده ايه قلناها. يا ريت الملف اللي تحملوه مهم وما فيش فيه اي اضرار، يعني ده حاجه ايه سليمه. الكود بقى اللي العمل جنريت للملف دوت هتلاقوه برضو، هحط الفايل دوت على بعضه كده، تمام. ده اللي فيه الكود، الكود ده بتفتح الماتلاب، تمام، بتعمل منه جنريت للملف دوت، تمام. الملف دوت انا عامله كده جاهز، اللي عايز يستخدمه على طول يستخدمه.